أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق. هو احنا تعرف عندنا النظرة للقطاع الخاص، ما اريد اشتغل بالقطاع الخاص نظرة مو امينة، لانه مو ما مأمنني مستوى التقاعد، في حين انه اكو غطاء قانوني للتقاعد للقطاع الخاص، لكن حتى توصل الى كل هذه الفئة اكو قطاع عندنا غير منظم، اللي هو عامل البناء، اللي التاكسي، اللي هو يعمل لنفسه، لا يوجد عليه رب عمل، فهذا كيف يدفع الاستحقاق التقاعدي مالته؟ وانت تعرف التقاعد اللي احنا دار التقاعد تاخذ من رب العمل وتاخذ من العامل، لكن هذا ليس له رب عمل. في قانون التقاعد اللي احنا اقترحناه كان المفروض انه يمشي، انه العام هو موجود في مجلس الوزراء. ليش ما مشي؟ الحقيقة هو تنافس مع قانون قد سابق في الحكومات السابقة، إذا تعرف إذا تذكر اسمه التأمينات الاجتماعية. التأمينات الاجتماعية تمام. التأمينات الاجتماعية احنا رفضنا، لأن بصراحة بي كثير من الأذية على العمال. لذلك لجأنا بعد سلسلة اجتماعات مع منظمة العمل الدولية إلى أنه يصير عندنا قانون اسمه قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، اللي به باب كامل يتعلق بتنظيم العمالة غير المنظمة، اللي هي من الذي يدفع اشتراك هؤلاء؟ وزارة المالية. وليش يدفع؟ هو المواطن يدفع. لا يدفع، حصل هو يدفع استحقاقه. أطلع 600,000 في الشهر، صح، أنطي 30,000. لا بس استحقاق رب العمل من اللي عنده اعطي لي 30,000 يعني. اوكي هاي هو يدفع، بس مو احنا اكو استحقاق ثاني لازم يدفع رب العمل. رب العمل، رب العمل راح يكون هذا الشخص، هو اذا هو واحد شو هو راح يصير الحكومه هي ربة العمل. والحقيقه حتى وزاره الماليه وافقت على هذا القانون، على الرغم من انه هناك تكاليف تتحملها، لكن احنا حتى نستوعب هذا القطاع لجأنا الى هذا القانون. هاي الداتا الجديدة راح تفيدنا حقيقة بتقديم الخدمات لهذول الأشخاص مستقبلا بشكل واضح وصريح، بما فيها إعداد خطة وسياسة حتى نبدأ عملية شمولهم بقانون التقاعد والضمان. وهذا في النقطة جدا مهمة. تمام أعزائنا المتابعين، هاي قناتنا الثانية الخاصة بأخبار الطلاب، لا تنسوا تشتركون بها، رابط راح يكون مثبت بأول تعليق.